وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعاليات. معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، انقل لنا الأجواء اليوم في إطار فعاليات مهرجان العالمين. مرحب بكم إيمان ومحمد وبكل السادة المشاهدين من مدينة العلمين الجديدة، وأجواء من الجمال والبهجة يعني على وجوه الزائرين والسائحين الذين أتوا لمدينة العلمين الجديدة لقضاء موسم صيفي جميل، وأيضا حضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ربما الآن المسرح الذي سيستضيف حفل الفنان تامر حسني في 21 يوليو الجاري قارب على الانتهاء بعد خلية النحلة التي تعمل على مدار الساعة وعلى مدار اليوم للانتهاء من كامل التجهيزات الخاصة باستقبال هذا الحفل الذي سيشهد عدد كبير من الحضور في العلمين أرينا في هذه المنطقة التي تتواجد على الممشى السياحي لاستقبال هذا الحفل. وأيضا أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن حفل الفنان أحمد سعد في 27 يوليو من يوليو الجاري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات والفقرات الفنية والترفيهية التي يتضمنها مهرجان العالمين الجديدة. على سبيل المثال في 10 أغسطس القادم سيكون هناك فعالية التصميم الأزياء بحضور عدد كبير، أشهر عشرة مصممين أزياء في الوطن العربي سيكونوا في نفس المنطقة التي تم فيها انطلاق المهرجان في دورته الأولى، وستنطلق هذه الفعالية بحضور هؤلاء يعني المشاهير في تصميم الأزياء في الوطن العربي. أما عن هذه المنطقة التي نتواجد بها في الممشى السياحي، الحركة تزداد تباعا حركة السائحين والزائرين الذين يستمتعون بكل الخدمات الترفيهية الموجودة في الممشى السياحي، بالإضافة إلى المول التجاري الذي يوجد من خلفنا وبه أكثر من 350 علامة تجارية، بالإضافة إلى منطقة الأبراج التي تميز أيضا مدينة العلمين الجديدة. فإذا نتحدث عن أن إدارة المهرجان والعاملين والمنظمين أيضا يسابقون الوقت في الانتهاء من تجهيز الحفل الفني، وهو الحفل الأول ضمن الفعاليات الفنية التي ستنطلق، وليست هذه هي الفعالية الفنية فقط، لكن الجمهور وأيضا جمهور مهرجان العالمين الجديدة على موعد مع عدد كبير من نجوم وفناني مصر والوطن العربي. نتحدث عن إليسا، رغب علامة، الموسيقار الكبير عمر خيرت، وبالتالي فعاليات كبيرة أيضا في مهرجان العالمين الجديدة. ونحن نتابعها بالتأكيد معك محمود جميل من مدينة العالمين، شكرا جزيلا لك.